لك ردة فعل وكنت في حسرة وكنت في ألم، واتصلت بنا وقلت نحب نتكلم نحب نعبر، وهذيك علاش أنت اليوم ضيفتنا. تفضل مجدولي. يعيشك. ميرسي مريم. إذا كان تسمح لي أول حاجة باش نترحم على روح الشهداء الكل، وخاصة على أخويا سقراط يرحمه، ونحب من بلاتون نسمع نشكر الشعب التونسي الحر الكل اللي يعرفش معناها تونس، واللي يعرفش معناها المؤسسة الأمنية وأهميتها في الوضع هذا بالذات. بالنسبة لتويكا يحكيوا على أن نرى فيها عمليات تبييض للإرهاب، ما نجمش نسميها أوتخومون، خاطر تويكا كي ريت الروبورتاج اللي عملتوه يحكيوا على قانون. للأسف المؤسسة الأمنية ليومنا هذا لم يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، للأسف تخدم معناها بحبها لتونس، مادام عبد يمشي وما عندوش قانون يخدم به ويمشي ومستعد باش يتوفى من اجل تونس، فهذه يظهر لي مش عنده حقوق انسان بركه تقف عليه، حق الحياه اللي اول حق سبل فيه من اجل تونس. معناها انا كي تفرجت في الاستاذه، نسميها استاذه خاطر احتراما لكل الحقوقيين من باب الاحترام، محاميه استاذه من باب الاحترام للمحامين، انا كراها تنعت المؤسسه الامنيه بالارهابيه حقيقه ما نجم نعلق حتى تعليق، لاني اترفع عن التعليق لمثل هذا الكلام. وانا كانت عندي صباح مداخله ومعناها وترحمت على الجنود وتحترم وكل ذلك، ولكن بعد ذلك رجعت طنعت المؤسسه الامنيه بالمؤسسه الارهابيه. لكل من يحاول التشكيك في المؤسسه الامنيه ولكل من يحاول زاد التشكيك في وجود الارهاب، انا راه نحب ناكد انا لنا مش كضحيه من ضحايا عائلات شهداء، جايه معنا جيت معناها اللي وعبر عن انتصار اخي وزملائه على الارهابيين، ونعودها انتصار حتى اذا كان توفى هو انتصار، وانا اذا كان لنا بكل فخر. وباش ناكد كونه الارهاب مهما حاولوا يبيضوه مهما حاولوا يتسطروا عليه، خاطر هذا صنع الارهاب. سامحني كي تخرج انت كحقوقي تحكي لي على حقوق الانسان، الارهابي باش يولي ينفذ يخطط لانه يعرف كونه راه جمعيات باش تدافع عليه، فنعرف لعله بطريقه غير مباشره، ولكن يا جمعيات يا منظمات امن تونس راهو يلزمنا نتعلاو على هذا الكل، لانه فما حد بين المجرم والارهابي. ونحب لنا ناكد بربي على حاجه، لطفي الزين نقول المرحوم خاطر اذكروا امواتكم بالخير، معناها مع انه عنصر ارهابي خطير، هو كان في ضمن احداث سليمان تم اطلاق سراحه باسم حقوق الانسان وباسم العفو التشريعي وباسم الديمقراطيه، هو نفسه اللي خطط الاغتيال البراهمي، اغتيال بالعيد، الشعام بالقبلات، معناها هذوما عباد اللي نتعاملوا معاهم ميزاباغ معناها السجن يلزموا تاهيل نفسي، ماهوش سهل راك تشد ارهابي يتخرجوا. انا التازم تاعي عملتها على السجون، انا اركيتكت لكن لمده سنتين خدمت على البسيكولوجي، معناها زرت عباد اللي بقات 25 سنه. تيمونيج نتاعي كان زهير يحيوي يرحمه، سيتي اون 2007 ناكدها، زهير يحيوي هو اللي يرحمه حطيته في التازم تاعي. نعرفش معناها الحد بين المجرم حقوق الانسان والارهابي وتونس، نعاودها تونس فوق كل شيء. واضح. شكرا لك مجدولين. دكتور